انا بقوله ده سليم، انه لا تستطيع ان تعزف وحيدا. لا طبعا، ولا في اي شركه ولا في اي مؤسسه ولا في دوله، لا مفيش واحد لوحده يقدر يعمل كل حاجه. يعني انا اعتقد في مصر الحاجه بنفتقدها كظاهره عامه هو التيم ورك، يعني العمل الجماعي. حتى فرقنا الرياضيه بنلاقي الالعاب الفرديه بتكسب، الالعاب الجماعيه يعني مش بتعمل نفس النتائج. نفس النتائج. فلا يعني لازم نعرف انه مفيش حد لوحده يقدر يعمل حاجه، لازم نعرف ان احنا نتنازل، انه نعترف انه الاخرين معانا والزملاء والفريق ونفتخر بذلك، ده لازم. هل حضرتك مؤمن بهذه النظرية؟ يعني بتعمل بتيم ورك؟ هو يعني ده طول عمره مفهومي، ودايما لما كنت باخد اي يعني وظيفة كنت اول حاجة بعملها ان انا ابني الفريق واعتمد عليهم واديهم الصلاحيات واثق في قدراتهم، ومع يعني وما افترضش ان انا الوحيد المنزه عن الخطا، ما انا كمان ممكن اخطا واخطئ، بتستمع فليه اخاف ان هم يخطئوا؟ لا ما يخطئوا برضه. بتستمع للانتقادات سيادة محافظ؟ يعني بستمع عشان اتحسن، يعني انا بحب اتعلم، وكنت بسافر كتير ايام ما كنت في المركزي زمان، وروح اتعلم، لان انا ما جينا في الاول ما كانش عندنا الخبره اللي اكتسبناها دي، فبناخد خبره من الاخرين في الخارج وفي كل حته، فأنا بحب أتعلم وأرجع أنفذ.